نبدأ جولتنا من صحيفة الاتحاد الإماراتية التي عنونت الرئيس الفرنسي يرد على مراهقة بقصيدة شعرية. أرسلت مراهقة بريطانية خلال زيارتها لفرنسا قصيدة عن برج إيفل للرئاسة الفرنسية، فرد عليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة عيد ميلادها 13 بقصيدة ألفها شخصيا نشرتها السفارة الفرنسية في لندن على حسابها في تويتر. صحيفة الأيام البحرينية عنونت العثور على 3,600,000 دولار في صناديق خضار بالبرازيل. ضبطت الشرطة البرازيلية مبلغا نقديا بقيمة توازي 3,600,000 دولار مخبأ في صناديق للخضار محملة على شاحنة خلال دورية تفتيش روتينية في جنوب البلاد. ووفق البيان الصادر عن الشرطة المرورية الفيدرالية، تعد المضبوطات أكبر مبلغ نقدي تضبطه هذه الهيئة. إلى صحيفة البيان الإماراتية التي عنونت ليسون يرتكب عمليات سطو بسلاح الشوكولاتة. ألقت الشرطة الروسية القبض على رجل تمكن من سرقة 4 مخازن بينما كان مسلحا فقط بلوح شوكولاتة. وبحسب الشرطة فإن الجاني استخدم لوح الشوكولاتة ملفوفا في كيس من البلاستيك لكي يبدو في هيئة مسدس من أجل تخويف ضحاياه. وإلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت شبكات التواصل الاجتماعي مصدر رئيسي للضغط النفسي. حذر طبيب نفسي من أن الارتباط الشديد بشبكات التواصل الاجتماعي بين الشباب هو المصدر الرئيسي لمعاناتهم من الضغوط النفسية والتي لا يستطيعون التخلص منها. وأشار الطبيب الفرنسي إلى ضرورة أن يكون الشاب أكثر ذكاء عند تلقيه المعلومة من شبكة التواصل الاجتماعي. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.